تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. نشرة الأخبار تأتيكم من قناة عشتار، والبداية مع أبرز العناوين. مدير أمن أربيل يعقد مؤتمرا صحفيا حول حادث مقتل مسؤول في مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان. نيافة المطران الدكتور آفاك أسدوريان يترأس قداسا في كاتدرائية مارك ريكول منور ببغداد بالذكرى 103 للإبادة الجماعية للأرمن. والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري يقيم حفلا جماهيريا على قاعة بابلون للتعريب مرشحي قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري المرقمة 113. حياكم الله مشاهدينا. عقد مدير أمن أربيل طارق نوري مؤتمرا صحفيا كشف فيه تفاصيل مقتل مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان قبل نحو أسبوع. تقرير هلو جباري. كشفت قوات أمن إقليم كردستان الآسايش الأحد عن تفاصيل مقتل مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم قبل نحو أسبوع. وعقد مدير أمن أربيل طارق نوري مؤتمرا صحفيا عرض فيه تسجيلات الكاميرات التي رصدت تحركات 3 أشخاص قاموا بعملية مقتل فارس محمد صادق في 24 من نيسان أبريل الحالي في مدينة أربيل على خلفية خلاف اجتماعي عائلي بحسب ما أعلنت قوات الآسايش. وقال نوري أنه وبعد فحص كاميرات المراقبة تم الكشف عن المتهمين الذين قاموا بتنفيذ جريمة القتل، وبحسب ما جاء في توضيح مدير آسايش أربيل فإن جذور المشكلة تعود إلى تاريخ 5 من كانون الأول 2017، حيث قام المدعو برزي غازي باشتبي بالاعتداء على المدعو سوبا صالح ابن شقيق فارس محمد، وبعد 3 أيام توفي سوبا صالح بسبب جروحه البليغة. المتهم الرئيسي في الحادثة المدعو برزي غازي هرب بعد الحادث إلى تركيا، وبتاريخ 10 من آذار 2018 قتل برزي غازي في تركيا، وتم القبض على 10 أشخاص من قبل قوات الأمن التركية. وبتاريخ 24 من نيسان 2018 ومنذ الساعة 8 صباحا وكما تم تصويره من خلال كاميرات المراقبة، فإن عائلة المقتول برزي غازي قامت بمراقبة فارس محمد لعدة ساعات بدءا من أمام منزله وإلى موقع عمله في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان. وفي تمام الساعة 2:36 من اليوم نفسه وفي شارع 100 متر في أربيل بالقرب من فاملي مول قام 3 متهمين، وهم كل من فاروق غازي باشتبي وهنر عبد الكريم وشخص ثالث يظهر في الفيديو وبسيارة خصوصية نوع أوبل بإطلاق وابل من النار على سيارة المجني عليه فارس محمد، وقد فارق الحياة فورا ثم لاذ المسلحون إلى خارج حدود محافظة أربيل. وأكد نوري أن واقعة مقتل فارس محمد صادق ليس لها أي صلة بالتجاذبات السياسية بين الأطراف السياسية الكردستانية المختلفة، سيما إن العائلتين تنتميان للاتحاد الوطني الكردستاني. وطالب مدير آسايش أربيل المواطنين التعاون مع قوات الآسايش للقبض على هؤلاء المتهمين. عقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتعاون مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات مؤتمرها الأمني الموسع لحماية الانتخابات بحضور رئيس أركان الجيش الفريق أو الركن عثمان الغانمي. وأكد الغانمي خلال تصريح إلى أهمية عقد هذا المؤتمر ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بعمل اللجنة الأمنية ودورها في حماية العملية الانتخابية. قد مؤتمر أمني موسع تم هذا اليوم من قبل اللجنة الأمنية العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء المفوضية وقادة العمليات وقادة الشرطة، وإعطائهم التوجيهات اللازمة، وكنا مصرين على أكبر مشاركة جماهيرية بالانتخابات، إبداء كل التسهيلات. أيضا شددنا على الجانب الأمني، كثير من الأمور العالقة تم حلها وتناولها والبت بها. إن شاء الله عرس جديد ونصر إن شاء الله، مثل ما حققنا الانتصار العسكري والقضاء على داعش في عام 2017، نجاح العرس الانتخابي بكل شفافية إن شاء الله.
مشاهدينا، في شأن آخر، وصل وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة إقليمية تشمل كذلك إسرائيل والأردن. المزيد مع سناء ماسيوس. وصل وزير الخارجية الأمريكي المعين حديثا مايك بومبيو السبت 28 من نيسان أبريل الحالي إلى الرياض في جولة تشمل أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ساعيا لإعطاء دفع جديد للدبلوماسية الأمريكية. واستهل بومبيو جولته التي تستمر 3 أيام في السعودية على أن تشمل لاحقا إسرائيل والأردن ليعرض موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني. وكان في استقبال بومبيو في مطار الرياض وفد سعودي كبير ضم وزير الخارجية عادل الجبير وسفير الرياض في واشنطن خالد بن سلمان شقيق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ويشدد بومبيو على أن ترامب لم يحسم قراره بعد، غير أنه من المرجح أن يقرر سحب بلاده من الاتفاق النووي الشهر المقبل، تمهيدا لإعادة فرض عقوبات على برنامج طهران النووي. سيجري المدير السابق للCIA مشاورات مع خصوم إيران الرئيسيين في المنطقة قبل إعلان ترامب قراره حول سحب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني. وحرص بومبيو وهو ضابط سابق ورجل أعمال وعضو محافظ في الكونغرس على مباشرة العمل فور أداء اليمين، واختار تدشين ولايته بمحادثات مع دول الحلف الأطلسي وحلفاء الشرق الأوسط. ويطالب ترامب الرياض ببذل مزيد من الجهود وزيادة مساهماتها المالية لدعم العمليات التي تقودها واشنطن ضد الجهاديين في سوريا من أجل السماح للجنود الأمريكيين بالعودة سريعا إلى بلادهم. وبعد السعودية يتوجه بومبيو إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ثم إلى الأردن الذي يتقاسم حدودا طويلة مع سوريا. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران أكدوا في ختام الاجتماع الذي عقد في موسكو، أكدوا أن مبادرة استانا هي الوحيدة الفاعلة في خفض التصعيد بسوريا ودفع عملية جنيف. اعتمدنا بيانا مشتركا وسيتم نشره يتضمن النتائج الرئيسة للقائنا، وعلى أي حال نحن ملتزمون بقوة بعدم وجود بديل عن الحل السياسي الدبلوماسي لتجاوز الأزمة في سوريا على أساس القرار الأممي 2254 وعلى أساس توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار الألماني أنجيلا ميركل على ضرورة منع إيران نهائياً من إمكانية صنع سلاح نووي، وذلك على خلفية القمة التاريخية بين الكوريتين. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني عقد بالبيت الأبيض، قال يجب منع إيران من فرص الاقتراب من تطوير السلاح النووي، وأضاف أنه بحث مع ميركل مسألة إيران التي بحسب زعمه تنشر العنف في الشرق الأوسط. كشف المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد أبلغ نظيره الجنوبي مون جي إن بأنه سيغلق موقع التجارب النووية في بلاده في شهر آيار مايو المقبل. المزيد مع يزن بابلوس. كشف المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد أبلغ نظيره الجنوبي مون جون إن بأنه سيغلق موقع التجارب النووية في بلاده في شهر آيار مايو المقبل. وأوضح المتحدث يون يون تشان عن الزعيم الشمالي قوله: سنغلق موقع التجارب النووية الشهر المقبل، ولضمان الشفافية أمام المجتمع الدولي نعتزم دعوة خبراء دوليين وصحفيين إلى كوريا الشمالية للتحقق من ذلك. وأضاف تشان أن الزعيم كيم أكد أنه لن تكون هناك حاجة لامتلاك أسلحة نووية إذ أنهت واشنطن حالة الحرب رسميا وتعهدت بعدم الاعتداء. يأتي ذلك بعد إعلان كوريا الشمالية أن القمة مع جارتها الجنوبية شكلت لقاء تاريخيا ومهد الطريق لبداية حقبة جديدة.
وفي قمة جمعتهما في المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح أعلن أنهما اتفقا على وقف كل الأعمال العدائية تماما برا وبحرا وجوا، وأكد أنه لن تنشب حرب أخرى في شبه الجزيرة الكورية، كما اتفقا أيضا على الحد من التسلح تدريجيا مع بناء الثقة وخفض التوترات العسكرية، مشيرين إلى أنهما سيعملان على اتخاذ إجراءات لدعم الجهود الدولية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. الرئيسان الكوريان أشارا أيضا إلى أنهما يعتزمان تحويل هدنة العام 1953 إلى معاهدة سلام، كما سيجريان محادثات منتصف الشهر المقبل على مستوى الجنرالات لإقامة اتصالات لحل المسائل العسكرية. وكان الرئيس الكوري الشمالي أعلن التزامه بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية واستعداده لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإلى أفغانستان، حيث قتل 5 أشخاص بينهم 4 مدنيين وجندي أفغاني، وأصيب 10 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة قرب منشأة أمنية في منطقة ناد علي في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان. وأفاد بيان صادر عن المكتب العالمي لحاكم الولاية أن الهجوم وقع خارج قاعدة للجيش، مضيفا أنه لم تتوفر أي معلومات إضافية بشأن الإصابات في الوقت الراهن. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل هذه النشرة من قناة عشتار، ابقوا معنا. القائمة الانتخابية المرقمة 113 تشارك في الانتخابات البرلمانية العراقية، ورصيدها الكثير من المطالبات والتطلعات القومية، وفي مقدمتها تثبيت الحكم الذاتي لشعبنا واستحداث محافظة سهل نينوى والعمل على إيقاف التغيير الديموغرافي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ترأس نيافة المطران الدكتور آفاك أسدوريان رئيس طائفة الأرمن الأرثوذكس في العراق قداسا في كنيسة مارك ريكور منور في بغداد بمناسبة الذكرى 103 للإبادة الجماعية للأرمن. المزيد مع فادي بيان. ترأس نيافة المطران الدكتور آفاك أسدوريان رئيس طائفة الأرمن الأرثوذكس في العراق قداسا في كاتدرائية مارك ريكور المنور في بغداد صباح الجمعة 27 من الشهر الحالي بمناسبة الذكرى 103 للإبادة الجماعية الأرمنية التي وقعت في الحرب العالمية الأولى على يد الأتراك العثمانيين. وعاونه خلال القداس الآباء الكهنة وعدد من الشمامسة، وحضره الأرشمندريت جابرييل سرغيزيان وسعادة سفير جمهورية أرمينيا لدى العراق كارين كريكوريان والقنصل الأرميني سمباط خجدوريان ورئيس ديوان الأوقاف المسيحية والصابئة المندائية والإيزيدية في العراق رعد كتشي وأعضاء اللجنة الأرمنية المركزية في بغداد والدكتور محمد حسام الحسيني مسؤول ملف الحوار الوطني في تيار الحكمة وجمع غفير من المؤمنين. وبعد أن تلي الإنجيل المقدس ألقى نيافة المطران الدكتور آفاك أسدوريان موعظة وكلمة قيمة تحدث خلالها عن الذكرى الأليمة، ذكرى استشهاد 1.5 مليون أرمني إبان الحرب العالمية الأولى على يد العنصر التركي. وفي ختام القداس الذي شاركت فيه جوقة الكنيسة وجوق الكشافة أقيم حفل خاص بالمناسبة تضمن عددا من الفعاليات والقصائد الغنائية والشعرية جسدت الهوية القومية الأرمنية واستذكرت الإبادة الجماعية الأرمنية. بعدها توجه الحاضرون إلى باحة الكنيسة لوضع أكاليل من الزهور على ضريح شهداء الأرمن. فقد وضع نيافة المطران الدكتور آفاك أسدوريان والمسؤولون وجموع المؤمنين الورود على ضريح شهداء الأرمن احتفاء بالمناسبة.
مشاهدينا، بحضور رسمي وشعبي أقام المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري حفلا جماهيريا على قاعة بابلون الجمعة الماضية للتعريف بمرشحي قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري 113، وتحت شعار بالأمس أسسنا وبنينا، اليوم نكمل وغدا نتمم. تفاصيل أكثر مع شمعون متي. بحضور رسمي وشعبي أقام المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري حفلا جماهيريا على قاعة بابلون الجمعة 27 من الشهر الحالي للتعريف بمرشحي قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري 113، وتحت شعار بالأمس أسسنا وبنينا، اليوم نكمل وغدا نتمم. وفي بداية الحفل وقف الحاضرون دقيقة صمت للصلاة على أرواح شهداء شعبنا والوطن، ثم ألقى رئيس المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري رئيس القائمة 113 جميل زيتو كلمة باللغة السريانية، أكد خلالها أننا اعتمدنا في اختيار المرشحين على مبادئ أساسية أولها إنصاف المرأة مع الرجل في القائمة، إضافة إلى تنوع الكفاءات والشهادات العالية، ففيهم القانونيون والأطباء والمهندسون والتربويون. أما المبدأ الآخر فهو مكان التوزيع الجغرافي وشمول جميع مناطق شعبنا بالاختيار. وأضاف زيتو أنه مع انطلاق الحملة الانتخابية البرلمانية العراقية لجميع القوائم ومن ضمنها قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري بالرقم 113، تظل الأنظار شاخصة نحو مرشحي هذه القائمة لما يمثلون من عناوين اجتماعية وعلمية وسياسية، وآمل في أن يكونوا عونا لخدمة قضايا شعبنا. وقال زيتو: لقد رفعنا شعارا بالأمس أسسنا وبنينا واليوم نكمل وغدا نتمم، بمعنى أنه منذ تأسيس مجلسنا الذي انطلق من الفكر النير للأستاذ سركيس أغاجان مهندس الحكم الذاتي، وقبل التأسيس تم بناء العديد من المشاريع الخدمية، وكل هذا وغيره الكثير بجهود الأستاذ سركيس أغاجان ولجان شؤون المسيحيين والمجلس الشعبي وجميع العاملين في مكاتبنا في المهجر. كما ألقى عضو المكتب السياسي للمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري مسؤول مكتب الثقافة والإعلام في المجلس الشعبي يلدى خوشابة كلمة أخرى باللغة السريانية، قال فيها إن هذا اليوم يوم سعيد جدا بلقائنا مع مرشحي قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري ذي الرقم 113، والتي جاءت تحت شعار بالأمس أسسنا وبنينا واليوم نكمل وغدا نتمم. بعد ذلك أعلن مذيع الحفل أسماء مرشحي قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري ذي الرقم 113 وحسب تسلسلهم في القائمة، حيث قدم كل مرشح تعريفا موجزا عن سيرته الذاتية، وهم كل من القاضي رائد إسحاق متي التسلسل 1 من ناحية برطلة، غزوان القسيونان التسلسل 2 من القوش، المهندس فرج عيسى الكاتب التسلسل 3 من بغداد قرقوش، الدكتورة نهلة منصور عيسى التسلسل 4 من عنكاوة، الحقوقي جوهر يوحنان عوديش التسلسل 5 قضاء شقلاوة، كارولين أدوار نهيلي التسلسل 6 من محافظة دهوك، ميسون متي ججو التسلسل 7 من محافظة دهوك، المحامي بدري ميخائيل السندي التسلسل 8 من زاخو، المحامية ريحان حنا أيوب التسلسل 9 من زاخو، دنيا رافائيل عوديشو التسلسل 10 من محافظة دهوك. ثم اعتلى المنصة رئيس القائمة 113 جميل زيتو ليقف مع المرشحين شابكين أيديهم إلى الأعلى ومتمنين لقائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري 113 الفوز الساحق في الانتخابات البرلمانية العراقية للعام 2018. وتواصل الحفل الجماهيري للقائمة 113 حيث ألقى المدير المفوض لشركة بابلون الإعلامية سلوان زيتو كلمة باللغة السريانية، استعرض خلالها دور المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري منذ لحظة تأسيسه ولحد الآن وجهود الأستاذ سركيس أغاجان في رفض مسيرة المجلس الشعبي ومؤسساته
من خلال الإنجازات التي حققها في بناء الكنائس والأديرة وقرى شعبنا ومؤسساته في إقليم كردستان وسهل نينوى. بعدها بدأ الحفل الفني الذي شارك في إحيائه عدد من مطربي شعبنا، وهم جولي يوسف ورامسن شدراك وإيفان بنوشا، حيث قدموا مجموعة من الأغاني التي تعبر عن تراث شعبنا وإرثه الفولكلوري. هذا وكانت قناة عشتار الفضائية قد قامت بتغطية هذا الحفل، إضافة إلى شركة بابلون الإعلامية التي هيأت جميع مستلزمات إنجاح هذا الحفل الجماهيري. وعلى هامش الحفل الجماهيري أجرى مراسلنا ماتياس سيوريوس عددا من اللقاءات مع مرشحي القائمة المشاركين في الحفل. حقيقة قائمتنا، قائمة المجلس الشعبي الكرداري السريالي الأشوري المرقمة 113، تتضمن الكثير من المطالب الخاصة بشعبنا، وحاولنا أن نلم بكل مطالب شعبنا في هذه القائمة، في هذا البرنامج لهذه القائمة. وهناك لدينا أولوية في العمل حقيقة سوف نعمل عليها لتحقيق مطالب شعبنا التي تضمنتها قائمتنا، وهناك لدينا مطالب تتعلق بجانب القومي ومطالب تتعلق بجانب الوطني، أي جانب شعبنا العراقي عموما. وما يتعلق بالجانب القومي حقيقة هناك لدينا كثير من المطالب، منها ما يتعلق بالتغيير الديموغرافي وهو مطلب رئيسي لشعبنا، حيث أن هذا الموضوع قد شكل هاجسا مخيفا لأبناء شعبنا، وكان الدافع لهجرة كثير من أبناء شعبنا إلى خارج العراق بسبب عمليات التغيير الديموغرافي التي حصلت في بلداتنا وقرانا في سهل نينوى وقبل 2003 وما بعدها، وكذلك موضوع التجاوزات على أراضي بلداتنا وقرانا. سوف نعمل كما عملنا سابقا على إعادة حقوق أبناء شعبنا وتعويض المتضررين منهم. برنامج الانتخابي لقائمة المجلس برنامج شامل يشمل عدة فقرات، من أهمها استحداث محافظة سهل نينوى، تطبيق مادة 140 ضمان حقوق شعبنا في العراق الفدرالي، طبعا منها الاهتمام بالشباب والأيتام والكبار في السن، ومعالجة أسباب الهجرة والمهجرين وإعادة النازحين والمهجرين إلى قراهم وقصباتهم سالمين. بشكل عام عموما في العراق الدورة الثالثة كانت دورة متعبة، الشعب مر في فترة مظلمة، فترة قاسية، فساد إداري، فساد مالي، كل السلبيات والمعوقات اللي رافقت الدورة الأولى والثانية والثالثة. نتمنى للعراق الجديد، للعراق الناهض، للعراق الجريح أن يلتئم شملة بالانتخابات القادمة، أن تصل إلى مراكز القيادة عناصر غير مجربة بمفهوم التجريب، لأن هناك توجيه من المرجعية لا تجرب المجرب. المجرب اللي يقصدون به اليوم السارق، الناهب، القاتل الذي لطخت يده بالدماء، كل الأوصاف السلبية تنطبق على المجرب. ولكن أيضا ابتعاد عن الانتخابات خطأ تاريخي، لأنه حياة الإنسان مفصلية، إذا اليوم ما يشارك بقوة أن يغير، من يريد تغيير، التغيير مو بالهتافات، التغيير مو بصحات الاعتصام، التغيير هو صندوق الاقتراع. رغم أن هناك تشكيك في بعض الأمور، لكن على المواطن الوطني ليؤمن بالمواطنة الصادقة أن لا يترك صوت هدر يسرق. مشاهدين، في إطار سعي الدؤوب للتواصل مع جميع المؤسسات والمراكز الثقافية في ناحية عنكاوة، زار المدير العام للثقافة والفنون السريانية في حكومة إقليم كردستان الدكتور روبن بتشموئيل والوفد المرافق له مركز توثيق المخطوطات الشرقية الرقمي في عنكاوة. المزيد مع ماتياس سواريوس. في إطار سعيها الدؤوب إلى التواصل مع جميع المؤسسات والمراكز الثقافية في ناحية عنكاوة، زار المدير العام للثقافة والفنون السريانية في حكومة إقليم كردستان الدكتور روبن بتشموئيل والوفد المرافق له مركز توثيق المخطوطات الشرقية الرقمي. وكان في استقبال الوفد مدير المركز الأب نجيب الدومينيكي وعدد من العاملين فيه.
وأشار المدير العام الدكتور روبين بيت شمويل إلى الجهد الكبير المبذول من قبل مركز توثيق المخطوطات الشرقية في صون وحفظ هذا الإرث الكبير في هذه المرحلة الحساسة والصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا بعد الهجمات التي تعرضوا لها من جانب والأزمات الاقتصادية التي عصفت بكل ما يتعلق بالثقافة والفنون من جانب آخر. من جانبه ثمن الأب نجيب الدومينيكي ما تقدمه المديرية العامة للثقافة والفنون مبديا استعداده للتعاون الدائم للعلاقات الوثيقة التي تربط المديرية بالمركز نظرا لتقارب بعض الرؤى في مجال صون وحفظ التراث والكتب الثمينة والنادرة تاريخيا مع عمل بعض الدوائر المنضوية تحت عمل المديرية العامة. وأطلع وفد المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية على عمل المركز في جولة ميدانية برفقة الأب نجيب الذي قدم شرحا وافيا لأقسام المركز وطبيعة العمل والمراحل التي تتم فيها عملية التوثيق. هذا وشكر الأب نجيب الدومينيكي باسم المركز الدكتور روبن بيت شمويل على هذه الزيارة الذي بدوره قدم أطروحته ومجموعة من مؤلفاته إلى الأب نجيب مع عبارات الود والثناء للعاملين كافة معربا عن سروره لتواجد هذه الطاقات المعطاة في هذا المجال. وكان برفقة المدير العام في هذه الزيارة كل من مديرة المكتبة السريانية فيحاء شمعون ومدير المتحف التراث السرياني ديفيد نظير ومسؤولو قسم الإعلام في المديرية أيهم أمجد وعدد من موظفي المديرية العامة. مشاهدينا مجموعة من الأخبار الاقتصادية ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. بحضور وزير النفط العراقي وضمن خطط الوزارة لتطوير العمليات الانتاجية في حقل مجنون النفطي، وقعت شركة نفط البصرة عقدين لتشغيل وصيانة حقل مجنون مع شركة أنتون الصينية وشركة كي بي آر الأمريكية. وأكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي حرص الوزارة على تطوير الانتاج في حقل مجنون النفطي للوصول إلى معدلات عالية وفق الخطط المرسومة للحقل. دعا وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي خلال ترأسه الوفد العراقي المشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة المقام في العاصمة اللبنانية بيروت، دعا المشاركين إلى معالجة ريف المدينة والاستفادة من الموارد المائية. الاعتماد على الثروة النفطية وسهولة يعني الدولة الريعية وسهولة الحصول على أموال وسيولة، حصلت هجرة كبيرة جدا من الأرياف إلى المدينة والريف. كان العراق عندما كان بلد زراعي، وأنا أعتقد لا يزال بلد زراعي لكننا لا نمارس الزراعة كما ينبغي، حصلت هذه الهجرة بسبب سهولة الحصول على الأموال ومشاكل، وبالتالي خسرنا نشاطنا الاقتصادي في الريف وخلقنا عشوائيات ومدن إضافية أخرى خارج المدن الحقيقية، وبالتالي احنا نقول ترييف، جرى ترييف للمدن. أفاد المكتب الإعلامي لوزارة النقل العراقية بأن الهيئة العامة للطيران المدني القطري أعلنت البدء باتخاذ خطوات لدعم قطاع الطيران المدني بالعراق، ونقل بيان الوزارة عن هيئة الطيران القطرية أن هذه الخطوة تأتي تعزيزا لما حققته الخطوط الجوية العراقية مؤخرا، بما ينعكس إيجابا على واقع النقل الجوي في البلاد والمنطقة. مشاهدينا الكرام، وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. مدير أمن أربيل يعقد مؤتمرا صحفيا حول حادث مقتل مسؤول في مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان. نيافة المطران الدكتور أفاك أسدوريان يترأس قداسا في كاتدرائية ملك ريكون المنور ببغداد بالذكرى 103 للإبادة الجماعية للأرمن.
المجلس الشعبي الكلداني السريلاني الآشوري يقيم حفلا جماهيريا على قاعة بابلون للتعريف بمرشحي قائمة المجلس الشعبي الكلداني السريلاني الآشوري 113. مشاهدينا الكرام، أشكر لكم طيب المتابعة دائما، في أمان الله وحفظه.